عودة مجددا إلى تطورات الأوضاع في قطر بعد قيام أفراد من قوات الأمن وتحديدا أمن الدولة القطرية باقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم الثاني في العاصمة القطرية الدوحة ومصادرة عدد من وثائقه وممتلكاته فضلا عن قيامه بالاعتداء واعتقال عدد من العاملين في القصر وكذلك انتهاك خصوصية والدة الشيخ سلطان بن سحيم عندما استولى الأمن على بعض ممتلكات والمجوهرات الخاصة بوالدة الشيخ سلطان بن سحيم السيدة منى الدوسري. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي آل دهنيم المسؤول السابق في جهاز المخابرات القطرية من العاصمة البريطانية لندن. سيد علي، هل من أنباء جديدة رشحت حول ما بعد عملية الاقتحام؟ والله رحب فيك في البداية. بالنسبة للتصرف القطري الأمني بخصوص اقتحام قصر سمو الشيخ سلطان بن سحيم، هذا أمر طبيعي. حالة النظام الحالية حالة هستيرية، لا يعرف ايش يتصرف. فأنت لا تنسى في 85 تم اغتيال الشيخ صحيح بن حمد الثاني لشعبيته ومحبوبته ومحبوب عند الشعب القطري بدس سم الكناوي له، واغتيال بعد كم سنة أخوه الشيخ عبد الله بفتح شغلة فنية في سيارته عشان يموت في حادث. هاي الاغتيالين، فهذه كل التصرفات. طيب سيد علي، النظام القطري على مدى الأيام الفائتة على مدى الأسبوع الماضي تحديدا بدأ وكأنه لا يأبه على الإطلاق بكل ما يمكن أن يقال من السيد عبد الله بن علي الثاني أو بالسيد سلطان بن سحيم، وأطلق بعض منصاته الإلكترونية وتحديدا بعض رؤساء تحرير الصحف القطرية وحضرتك أدرى بأولئك، وقالوا إن هذا أمر يبعث على السخرية. بالأمس يتم تجميد أرصدة السيد عبد الله بن علي الثاني، واليوم يتم اقتحام القصر المملوك للشيخ سلطان بن سحيم. ما الذي تقوله هذه التصرفات إذا كان النظام يصدر فكرة أنه لا يبالي تماما بهؤلاء؟ نظام غبي، نظام إجرامي، نظام دخل في حالة هستيرية. أنت كيف تتصرف هذه التصرفات وأنت تدعي أن أنت دولة المؤسسات ودولة القانون؟ وقبل كم يوم أنت مرشح دكتور وسفير ووزير سابق إلى أعلى منظمة دولية، منظمة العلوم والثقافة وهذا، وأنت تصرفك داخل البلد تصرف غير قانوني. انت المفروض بهذه المرحله تفعل الدستور، تعمل انتخابات، تعمل مجلس نيابي، تعمل ردود فعل كويسه للشعب. هاي التصرفات راح تنهي وتقضي على نظامك. انت اليوم قاعد تثبت للعالم ان انا انسان اتصرف مش بالديكتاتوريه. الخطوات يعني التي اتخذها النظام يعني الخطوات التي اتخذها النظام على مدى اليومين الفائتين الامس واليوم بحق الشيخ عبد الله بن علي الثاني وبحق الشيخ سلطان بن سحيم وبعض ممتلكات والدته كذلك، هل المساله ستكون في اطارها الداخلي هكذا يتصرف النظام القطري مع بعض خصومه، ولا المساله قد يكون لها اصداء في علاقه قطر بالرباعي العربي الرباعي المقاطع؟ هو انا مثل ما قلت لك من بدايه الازمه انا تكلمت النظام ده راح يتصرف بتعنت وبمراهقه، يعني راح يزيد من الضغط عليه. نعم. انا بقول لك حاجه حصلت سيد علي، للاسف انا بيعود امامي مزيد من الوقت، ربما يكون هناك سياقات اولى نتحدث فيها بشيء من الاستفاضه. اشكرك على اي حال واعتذر منك على المقاطعه.